لنقاش ملف تهريب النفط ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. وفقا للنائب عبد الرحيم الشمري فإن سرقة نفط الجيارة مستمرة منذ أشهر وبعلم الحكومة، كيف يفسر صمت الحكومة في بغداد على سرقة النفط وتسهيلها أيضا؟ لا يوجد تفسير حقيقي لما يجري في الجيارة وعبديات سرقة أموال الدولة إلا تفسير واحد، وهو أن الحكومة تشارك في عمليات السرقة. ونحن لا نتحدث عن مكتب السيد عادل عبد المهدي فقط، وإنما نتحدث عن مكتب العبادي أيضا. في وقت سابق قام بتسهيل عمليات سرقة هذا النفط. هذا النفط ليس لمحافظة نينوى وليس لمدينة الموصل فقط، بل لكل العراقيين ولكل محافظات العراق. فنفط البصرة يمول الموصل، ونفط الموصل يمول في قار، وهكذا. نعم. القصد من هذا الكلام بأن عمليات السرقة التي تحدث الآن في الجيارة هي عمليات ممنهجة، وكانت تحدث بعد دخول القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها. تم تقسيم الكعكة فيما بينهم مثل ما حدث في مناطق عديدة من العراق، وأرصفة وموانئ ومنافذ حدودية. تم تقسيم الأمر ووهب ميليشيات كتاب الإمام حقول الجيارة 30 31 32، وهذه الحقول هي التي سيطرت عليها الميليشيات، تقوم بتهريب هذا النفط وبأسعار بخسة إلى السوق. في هذا السياق سيد زياد، في هذا السياق تم تسمية الفصيل الذي يهرب النفط بالكتائب، ما مدى وجود تواطؤ برأيكم بين الحكومة في بغداد والميليشيات التي تقوم بسرقة النفط وتهريبه، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مواقف فردية للتهريب والسرقة؟ الحقيقة ليست هي مواقف فردية، وإنما هو طريق ومنهج. فحكومة بغداد كانت واضحة في توجيه الإدارة المحلية وعلى رأسها المحافظ نوفل العقوب بتعبيد الطريق التهريب، وليس الطريق الرسمي لتصدير النفط، وإنما الطريق الثانوي للتهريب. فتم فرش عدة كيلومترات بمادة السبيس لتسهيل عملية تهريب هذا النفط من حقول كيارة، بعلم الإدارة المحلية وبتواطؤ مجلس محافظة نينوى. وبالفعل هذا ما حدث بعد دخول هذه القوات إلى محافظة نينوى، وتم رصد هذه الآبار خصيصا لتلك الميليشيات، وبعلم الحكومة المحلية والحكومة المركزية. وهناك كتب تم عرضها في موقعنا الخاص، والحقيقة القناة الرافدين هي سباقة في عرض هذا الموضوع، ونبهت إليه في تقارير سابقة وفي إشارات سابقة، ولكن أفردت لها المساحة الكافية بعد ما تجاوب بعض أعضاء مجلس النواب العراقي وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في محافظة نينوى. وهم مشكورين على كل حال، فقد قاموا بأدنى دورهم لحد الآن، وهم وتحسب لهم هذه النقطة. ولكن هناك ملفات كثيرة شائقة ومعقدة لحد الآن في محافظة نينوى، ولكن أبرزها ملف النفط الذي طفى على السطح مؤخرا. إلى أي مدى تظن أن سرقة النفط والمتاجرة به ترسخ بشكل أو بآخر مبدأ الدولة فوق الدولة؟ هي الحقيقة الكل يعلم في العراق بأن هناك دولة عميقة للعراق، وربما مصطلح هو سينمائي أو تلفزيوني، ولكن واقع الحال أصبح لدينا، خاصة بعد ظهور فتوى الكفاء الجهادي بين قوسين التي أطلقتها المراجع في النجف. فقد ظهرت لدينا دولة أخرى تحكم وهي فوق القانون، وقد مارست العديد من الانتهاكات. في الحقيقة في البداية كانت عمليات بسيطة، الآن نتحدث عن ابتزاز، عن سرقة نفط، عن موانئ، عن منافذ حدودية. وهو في وقت سابق كان موجود، ولكن ليس بهذا الإطار الانفلاتي الذي يحدث الآن، وإنما هناك بيشمركة تسيطر على منافذ حدودية مع العراق وتركيا، هناك ميليشيات تسيطر بين إيران والعراق. ولكن أصبحت الآن بعد 2014 هذه الميليشيات هي التي تحكم العراق، وصورة شكلية لحكومة بغداد الهشة التي لا تستمد بالشرعية، خاصة بعد تدني مستويات الانتخاب وبعد فشلها العميق، وفشل الحكومات المتعاقبة أيضا في العراق من تجسيد حالة الدولة في إطارها البسيط القانوني، حيث لم تستطع
أن تبرز لنا قوة الدولة وملامح الدولة، وأعتقد هي مجرد ميليشيات وقانون للغاب، والقوي يحكم الضعيف في العراق، وهذا ما يحدث الآن بشكل واضح وصريح. يرى مراقبون أن إيران تستفيد من تهريب النفط العراقي في ظل فرض العقوبات الأمريكية، ما مدى صحة ذلك خاصة وأن قادة الميليشيات والحكومة في بغداد من مؤيدي رفع العقوبات الأمريكية على إيران؟ ربما ترونهم مؤيدين لرفع العقوبات، ولكن أنا أراهم هم جنود يحتكمون بيد الإيرانيين، ولست أراهم وإنما هم يسيرحون في ذلك. عمليات التهريب وعمليات الفوضى التي تجري في العراق هي لخلق ساحة احتدام أو ساحة معركة مستقبلا إذا ما حدثت بين أمريكا وإيران. إيران لا تريد المعركة على أرضها، وهذا شيء واضح جدا، وأول من ستضحي بهم هم الميليشيات التابعة لها، وربما تفتح جبهات جديدة في سوريا وفي لبنان. ولكن بكل تأكيد الثقل الإيراني أصبح اليوم كبير جدا في العراق، خاصة مع وجود أكثر من 100 ميليشيا تحكم العراق، وستقدم لهم وقود لهذه المعركة وهم العراقيين. فالإيرانيين لديهم نظرة عنصرية معروفة في الحقيقة للأسف، خاصة النظام الإيراني، ولم يخفي النظام الإيراني طموحاته في العراق سابقا، ودخلنا معهم في حرب وفروس 8 سنوات، إرادة تصدير الدولة والثورة الإيرانية، واليوم أصبحت واقع حال في العراق في ظل التواطؤ الأمريكي. ولكن بكل الأحوال الميليشيات الإيرانية هي التي تحكم اليوم بالعراق، فأصغر جندي في الحرس الثوري اليوم يستطيع أن يأمر أكبر فصيل مسلح عراقي موجود، وأصغر فصيل أصغر جندي في فصيل العراقي مسلح من الميليشيات يأمر القوات الأمنية، وهي حالة للأسف سلبية جدا في العراق. ولكن هذا ما تريده إيران، خاصة أنها ستثير صراع قوي جدا في المرحلة المقبلة مع الأمريكان إن حدث على أراضي العراق. شكرا جزيلا لك الإعلامي والصحفي العراقي زياد سنجري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.